السلام عليكم اخواتي، اش اخباركم؟ هانيين مهنيين، نتمنى تكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. الا كنتي اختي الفاضله اول مره كتشاهدي القناه ديالي، كنتمنى تشتركي معايا فضلا وليس امرا. طبعا الا عجبك المحتوى ديال القناه اليوم عزيزتي، غندير معكم الروتين ديالي ديال اليوم الحد. يلا جيت من الراسترو، خديت شي حويجات غنديرهم لكم في فيديو خاص للمشتريات ديالي اللي خديت. قوامج واعرين، ما تفلتوش الفيديو من وراء هذا، غيكون غنحطوا لكم داكشي اللي شريت من الراسترو، غادي يعجبكم. واثمنه جد مناسبه ابتداء من اون يورو، حوايج فنين. ما تزقلوش الفيديو اللي من ورا هذا بوحدو، والفيديو الاخر ديال المشتريات ديال الراسترو غادي يكون بوحدو. هنا غادي ندير الغديوه ديالي، بطاطا مقليه، وهنا القطبان، وغنزيد شليده، وغنتغدى، وغادي نصيب الارضيه. هادو هما المشتريات البنات، تنوريهم لكم في الفيديو. ومني غنتغدى غنكملوا. ما عرفتش واش شفتوا الفيديو ولا لا، كنت صيبت الارض، كنت لصقت هذا في الارض. ها انتم الاول، هو هذا راه باقي دابا، حيت مع كنت كعارفين مع كورونا حبسوا داكشي، ما شريتش حتى لدابا، عاد شريتهم باش نكمل. هادو هما الباكيتيس، هما هادو غادي نكمل الارض اللي باقى ليا، بحال هادو الطريفات هادو، وباقي لي الصالون النص ديالو. غادي نتغدى وغادي نكملهم، وبقاو معايا باش تشوفوا الفيديو كيفاش غنركبوا هاد الارضيه. كتجي ساهله جدا، خاصك غير تعرفي تركبيها نتوما كيفاش تركبات، غنوريكم. ربما حيت الفيديو اللي درت الاول اللي ركبت فيه الارض ما تشافش بزاف، واللي بغات تاخد فكره غنقول لكم من خديتهم، من غنبدا نركب غادي نذكر من خديتهم. ها انتم البنات، هذه هي الكماله اللي باقي خصني، هذه هي الكماله اللي خصني. كنت درت محد هنايا، وبقى لي هاد الجهه من هنا حتى لهيه، غادي نكملوها اليوم ان شاء الله بحول الله. وهنا عزيزاتي غادي نزيد شلاضه مع القطبان والبطاطا المقليه، غنزيد شلاضه الخس والخيار ومطيشه، وهذا موتزاريلا. هذه كتجي زوينه في شلاضه البنات، كتعجبني انا في شلاضه، في بيتزا كندير انا بزاف الحاجات. غنقطعها وندير فيها مليحه، راكم عارفين ملح بزار، شويه الخل، وصافي هادشي اللي كندير فيها، وشويه الزعتر، هادشي اللي كندير في الشلاضه. وخليكم معايا. وهنا عزيزاتي وجدت الشليضه ديالنا، غادي نمشي دابا نتغدى، وخليكم معايا باش نشوفوا كيفاش غنركبوا الارضيه، وغادي نوريكم نقول لكم من خديت هادي هادو دوك اللي كيلصقوا في الارض، يعني تشوفوهم نيت، حيت انا كنت درت الفيديو والصراحه ما تشافش بزاف، ودابا كنتمنى يشوفوا الاخوات باش يستافدوا. اللي بغات تركب الارضيه ديالها في الدار يعني بوحدها ممكن. ودابا اخواتي غادي نبدا نلصق في هذا في الارض. كيف كتشوفوا كانت بقات لي هاد الجهه وتليه، ما كملتهاش كيف قلت لكم، مع الحجر كانوا سادين. يلا دابا عاد كتاب حلو، شحال هادي بالحق انا يلا كتاب عاد باش شريتهم، من خديتهم البنات من بريكولاخي وقيله سميتو. مهم كاين في هذا المحل اللي خديت منه، كاين في ازلاسول. شوفوا راه ديك الصباغه كلشي. دابا خصكم تجفوا البلاصه اللي غديروا فيها، ما تكون فيها لا غبره لا والو، تجفوها وتمسحوها، ما يكونش فيها الماء، وعاد تبداو تلصقوا. راني شرحت في الفيديو السابق بالحق، دابا اللي ما شافتش معايا الفيديو السابق تشوف كيفاش غنكمل. انا درت لكم يعني الكماله ديال اللي كملت الارضيه. هنايا كيف كتشوفوا راه الصباغه اللي صبغنا الحيط طاحت بحق، حنا غنغطيو وما غيبقاش باين هذاك الصباغه، ما غيبقات باينه حتى حاجه. كيف شفتوها نتوما بحال هنايا حتى هو مني لصقنا عليه ما بقى باين والو، وكيجي مخير البنات، كيجي لاصق. غير هو لصقوه مزيان مزيان مزيان، ما تكونش فيه الغبره باش يلصق لكم مزيان. مني تحيدوا الكاغيط ديالو بالزربه تلصقوه، باش ما تكونش ديك الغبيره فيه تلصق لي، يعني ما يلصقش مزيان. وخديته كيف قلت لكم من وقيله بريكو، خديته من ازلاسول البنات، الباكيه فيها 16 بياسه وقيله ب 17 اورو. هذا انا اللي خديت هاد الماركه اللي خديت ارخص ما كاين،
وانتوما بغيتو تاخدو عاوتاني على حساب الكاليداد. المهم انا خديت على قد جيبي، لقيت الباكيه ب 17 اورو فيها 16 بياسه، يعني كاين كتر، نتوما وحساب الجيب ديالكم والشكل اللي بغيتو. انا خديت في الجري، الجري حيت صبغت الحيط في الجري والبيبان عندي بايضين، هذاك الشيء علاش خديت في الجري. وغادي نبداو نلصقو دابا فيه، وخليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غنلصقوه. المهم انا كنكون هكذا كنهكم، ما تديش عليا، راه الشرح ديالي شويه مضر. المهم خديته من وقيله سميتو بريكولاخي، كاين في كاينه بريمارك، المهم في ازلاسول كاينه بريمارك، وحداها هذاك ديال التلفازات، مع التو داك اللي بالحمر، مع التو شنو الاسم ديالو، ميديا مارك، هو حدا ميديا مارك، غتلقاو وحدة كاين حدا، المهم في الصف ديال ليدل، فين كاين ليدل غيكون تما ما بين ميديا مارك وقيلا وليدل، كاين واحد بريكولاخي ولا ما عرفت شنو سميتو، راه بالخضر مكتوب فيه هادشي ديال الصباغه فيه. المهم راكم غتعرفوه الا مشيتو حدا ليدل، راه حداه غادي تعرفوه تما من خديت انا هاد الشكل هذا، هاد لاميتاس هادو، هو بوحدو اللي كاين اللي كيبيع الماتيريال ديال الصباغه وهادشي ديال الصليح ديال الدار وهذوك، المهم كاع الحاجات ديال الصليح والديكورات، كاين المريوات، المهم هو بوحدو اللي كاين في ازلاسول، الا ما عرفتوش تمشيو لانفورماسيون غادي يوريكم. المهم راه النعت باين هو ما بين ليدل وقيله وهذاك ميديا مارك. المهم نتمنى نكون نعت لكم مزيان. دابا غادي نبداو نلصقو، وكنظن هو 100% متكي على ليدل اللي في ازلاسول. المهم البنات كنحتاجو هذا ضروري منه باش كنقطعو الجهات اللي غادي يخصونا، والطريقه انا غادي نوري لكم الطريقه. المهم كيف ما انا اللي كنت خليت فاش سالوا ليا خليت بهذه الطريقه هذه، انا غتبعوا معايا انتم، جات هنايا وحده من هنايا حتى لهنا كامله، جات من هنا حتى لهنا كامله، ودرناها الطريف هكا ياك، في الاول درنا واحد الطريف هكا، خاصك تمشيو بهذه الطريقه باش كيجيو مخالفين. المهم كيف قلت لكم راني وريت في الفيديو السابق ونعاود نوريكم دابا. المهم جات هذه وحده هنايا كلها، هذه وحده صينه، ها نتوما وحده صينه، ها هي كتجي هذه صينه، وهنايا الطرف حداها. دابا غادي ندير وحده حداها باش غنكمل، غنبدا من هنا، واخا خاصني نكمل ليه دابا، غنبدا لكم انا من هنايا ولا نكمل وقيله من هنا احسن باش نكمل الصف. غادي نكمل دابا داك الصف، غندير وحده حداها، وحده صينه حداها، هذه دابا غنجيو نلصقها ياك، غادي نحيد الكاغيط ديالها وغنلصقها، وغادي نشوف مني غنشوف لي غندير وقيله وحده اخرى حداها وغنشوف شحال غيقدني. البنات كيف كتشوفوا غنحيدوا ليها هذه ضروري هاد اللصقه، المهم كنبقاو تنحيدوها كامله، كتحيد كلها وكنلصقوها في البلاصه، ما خصناش نخليوها تتعمر، ما خصهاش هاد الجهه تعمر غبره، غنقادوها بحال هكا نحطوها هكذا كيف كتشوفوا، نحطوا القنت على القنت ونحاولوا نلصقوها مزيان، ها نتوما كيف كتشوفوا ندفعوها مزيان، ها نتوما شفتوا هذوك القنيته كيف لصقات، ما بقاتش باينه ديك التلاقيه كاع كلها، وغادا وكنهودو بحال هكا كنمشيو كنمشيو عليها، ما نحاولوش نلصقوها يعني تجي فوق منها، خاصها تكون بحال هكا ملاصقه، ها نتوما صافي حتى كنلصقوها مزيان، ها نتوما صافي دابا لصقات، كتلصق لصقه وحده ما كتعاودش، ها نتوما شفتو كي لصقات، لصقات مخير، ها نتوما خاطر تعياو معاها تقلعوها ما تقلعش، تلصق مزيان 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 وما تكونش فيها الغبره، حيت الا كانت فيها الغبره حيت هذوك اللي قطعت انايا ولصقت في الجنيبات اللي بقاو ليا شي وحدين بداو كيتقلعوا، عرفتوا علاش؟ حيت مع هذوك مقطعين كي كتبقى فيهم، يعني مع كتبقى يتقطعي وداك الشيء كتلصق فيهم شويه الغبره بحق، معليش صافي كنبقاو بحال هكا حتى كنلصقوها مزيان، ها هي لصقات لينا دابا هذه، كنبقاو نديروا لها هكا بيدينا صافي. ودابا غنزيد عاود وحده اخرى، غنزيد عاود وحده اخرى هكا، دابا هذه وحده جاتني وشيط عليها، هانتوما كيف كتجي شيط عليها هاد الطريف، هذا غنقطعو غنحيدو باش يجيني
باش غيجيني مزيان. انتوما باش نوضح لكم مزيان، كتجي هاد التلاقيه كتجي هنايا الوسط، ما كتجيش وحده 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 وحده، كتبقى ديما هاد التلاقيه هكا. انتوما كاينه التلاقيه هنا وكاينه التلاقيه هنايا في هذه، وكتبقي غدا وتخالفي غدا وتخالفي، وهذه بقات لينا منها غير شويه. هاد شويه غادي نقطعو بحال هكا بهذاك بالقطاع، قطعو نحاول نقطعو هكا مزيان مقاد ونحاول نلصقها. وهاد التقطيعه نديرها في هي اللي غنديرها في الجهه اللي من لهيه، باش ما يبقاش باش هنايا تقاد لينا مع هذه، خصها تكون مقاده. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ نتمنى نكون شرحت لكم مزيان. دابا غادي نقطعو هذه، غادي نقطع غنجيبها هنا وغادي نقطع داك الطريف اللي شايط. ها نتوما كيف شفتو هنايا هاتي نقادها مزيان، غادي نقادها مزيان وغادي نقطع بحال هكا. مثلا غنمشي على هذا، غندير بالمسطره بحال هكا باش تجيني مقاده، وغادي نقطعها هكا. هذاك الطريف اللي داير غنحيدو. شو العرق؟ ها نتوما هنايا غادي نقطع هذه هكا، غنوركو عليها هكا باش تقطع لينا مزيان. راه دغيا كتقطع البنات، صافي هانتوما كتحيد دغيا صافي. وهاد الجهه هي اللي نخليوها خارجه، وغادي نجيبو هاد الجهه هكا هي اللي غنجيبوها هنا. فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ باش جينا هادي مقاده والعيب يبقى، العيب يبقى لداخل، العيب يبقى لداخل. هانتوما البنات كيف شفتو؟ يلا كونوا لالياتي وكونوا حادقات، لصقوا الارضيه بيديكم بوحدكم هكذا صافي. وكنلصقها باش كتجيني تلاقيه مزيان، وكتجيني حتى لهنايا كتجيني مخيره. ها نتوما شفتوا كنجي حتى لهنايا وكنورك عليه صافي. ها هي لصقات. ها نتوما البنات درت معكم هذا الصف كيف كتشوفوا اللي صايبت معكم دابا. ها نتوما جاي هكا طويل. دابا غادي نبدا ندير الصف هكا الثاني. كيف شفتوا هنا عندي هاد الطريف، دابا غنجيو نحط وحده هنايا، عندي هاد الطرف هكا غنجيو نحط وحده وغنتما غاده. ها نتوما دابا حطيت وحده، بحال الغبره اللي كان نحيدوها ما نخليوهاش. صافي دابا درت وحده. كيف قلت لكم هنايا كاينه هاد الطريف هنايا، هنا جينا درنا وحده وغنتما وغادين ونكملوا. عاوتاني غندير وحده اخرى حداه من هنا وغاده. ها نتوما البنات درت عاوتاني وحده حداها، وكيف قلت لكم غاده نحاولوا نلصقوها هكا، نجيبوا ديك التلاقيه مع بعضها باش ما تجيناش داك، يجيناش داك الفرق هكا. نحاولوا ندفعوا انتما البنات. كيف قلت لكم دابا داك الطريف اللي شفتو اللي وريتكم، دابا بقى ليا هنا في الجهه الاخرى باش كيجي كيف قلت لكم كيجي داك التخالف. هنايا غادي نقطع واحد الطرف قد هذا وغنلصقو هنايا. انتما البنات خديت وحده حطيتها بحال هكا، دابا غنقطعها من هنايا باش غنلصقها هنايا هكذا. هذا هو العبار اللي ديالها. انتما البنات هذاك الطرف اللي قطعت غادي نلصقو هنايا، نحاول نقادو مزيان ونلصقو. صافي ساهل جدا، نورك عليه باش يلصق. صافي ها هو لصق لينا. دابا لصقتها كيف كتشوفوا، وهاديك هاديك اللي قطعت، هادي اللي قطعت منها غادي نخدم بها دابا الجهه الاخرى. دابا ساليت هاد الصف وهادي نيت غنخدم بها الجهه الاخرى. وداك التقطيعه، داك التقطيعه هي هادي من هنا مقطعت هي اللي غنخليها لداخل. ديما التقطيعه غنبدا بها هكا نخليها لداخل اللي ما باينش، فهمتوا؟ وهنايا ديما نخلي التلاقيه مقاده باش منين نجيب وحده حداها تلصق فيها مزيان. الا درنا وحده حداها داك العوجيه ما غادي يبقى واحد الفراغ هنايا. نتمنى نكون شرحت لكم مزيان. انتما لصقت دابا هذيك اللي كنت قطعت منها الطرف، هي لصقتها هنايا. دابا غندير حدا وحده باش كيف قلت لكم كتجي داك الاختلاف، وحده هكا مخالفه على الاخرى. هذه هي الطريقه، ديما كتمشيو على هكا. هانتوما كاين هنا التلاقيه هنا ما كايناش، وهنايا درنا وحده هكا غادي نتما غادا تنكمل.
وديك التقطيعه اللي قطعت هنايا بقات واحد الخاويه هنا، داكشي علاش قلت لكم انا العيب يبقى لداخل هنا، غيجي فوق من الناس الداري ماشي مشكل، هي واخا ما بقاش واحد الفراغ بزاف بالحق معليش. صافي وغنتما غدا وكنكمل. المهم اخواتي غنبقى حتى كنكمل الصف كامل. دابا هذا الصف اللي درت عاوتاني جاني واحد الطرف هنا، غادي نقطع طرف ونحطه ونكمل، وغادي نكمل بحال بهذه الطريقه هذه. المهم المهم عندنا هو يجي مخالف هكا هاد الفريقات، ما تجيش وحده حدا وحده وحده حدا وحده، يجي الفرق بحال هكا، بحال هنا كاين فرق، هنا كاين فرق، هنا كاين فرق، وغدا وكتخالف. المهم انا غادي نكمل وغنوريكم الشكل النهائي. ودابا البنات هذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا، ساليت كل شيء، بقاو غير شي بقاو شي بلايص هكا خصني حتى نشري حيت ما قد شريت جوج باكيات ما قدونيش، بقاو غير الجوي هكا اللي جاو في الاخر، بحال هادو حتى غنشري عاوتاني باكيه اخرى باش الرقعه، عندي مازال في الباسيو مازال شي رقيعات هكا خاصني باكيه اخرى. المهم كملت كل شيء، بقى لي غير هاد الجوي هكا اللي في الاخر، صافي هادو هما اللي بقاو لي، يعني كملت الصالون كامل كله كملته. نتوما كيجي رائع جدا، كيجي من داكشي البنات كيجي لعسق. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم هاد الفيديو وتستافدوا منه ولو القليل، وخليو لنا جيم واشتراك، ومرحبا بالاخوات اللي دخلوا جداد، ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله، حتى نكمل حيت الصالون يلا وصيت السديدرات وهذا حتى يكمل بالسدادر، وديك الساعه عندي لكم جوله عاوتاني في بعدها وقت طويل ان شاء الله، مازال دابا مازال دقه دقه. وهذا الشيء اللي كاين عزيزاتي، مع السلامه.